يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. واحد من افضل المدربين الاجانب اللي جم الدوري المصري كان له بصمات كبيره جدا تحديدا على النادي الاسماعيلي ومره ايضا على نادي الزمالك، هو الالماني ثيو بوكير المدير الفني الاسبق للنادي الاسماعيلي والزمالك، معايا الان عبر زوم. يا فندم مشرفني ومنورني في برنامج رقم 10 عبر التلفزيون المصري. بس اسم مرحبا يا جانا. شكرا جزيلا، بكل سرور متواجد معكم في اللقاء الجميل. نفتقدك كثيرا في الدوري المصري، كان لك بصمات رائعه جدا واسمك يعني محفور من ذهب في تاريخ الكره المصريه، ولك بصمه واضحه مع النادي الاسماعيلي تحديدا. نعم، انا افتقدكم ايضا، وكان وقت ممتع جدا في مصر عندما كنت متواجد معكم في الكرة المصرية أو مع الكرة المصرية. هل تتابع في هذه الفترة الكرة المصرية بشكل جيد؟ هل تتابع على الزمالك وهل تتابع الإسماعيلي؟ هل تتابع الفرق المصرية أم ما بتتابعش؟ عندما أتمكن من متابعة بعض المباريات والدوري المصري فبفعل ذلك، أقوم بفعل ذلك بكل سرور. هل تتابع في هذه الفترة النادي الإسماعيلي سواء في الموسم الحالي أو المواسم الماضية؟ هل تراجع؟ نعم، أنا أحاول رؤية أو مشاهدة المباريات في الدوري المصري بكل سرور، ومن وقت لآخر أحاول ذلك. هل تشاهد أو تتابع تراجع النادي الإسماعيلي على مدار 3 مواسم ماضية؟ أنا للأسف لا أتابع ذلك بكل دقة، ولا أتابع مباريات النادي الإسماعيلي، وأحاول ذلك وحاولت ذلك، ولكن من وقت للآخر لا أتمكن من مشاهدة كل المباريات. نادي الزمالك قضيت معاه فترة مش كبيرة، ولكنها كانت فترة مليئة بالتفاصيل الكثيرة لم تثبت فيها الكثير مع الفريق في ظروف صعبة. هل تتذكر هذه الفترة جيداً؟ بكل تأكيد أتذكر هذا الوقت مع الزمالك، وكما ذكرت أنا المدرب الوحيد الذي حضر أنا المدرب الذي سيتذكرني الجميع، أنا المدرب الذي تمت استقالته مع الزمالك، وللأسف كان هذا الوقت ليس من الوقت الرائع في ذاكرتي أو في تاريخي للأسف. لماذا هذه الفترة كانت قصيرة؟ نتذكر سويا يعني لماذا كانت قصيرة رغم أن أنت لك نجاحات عظيمة في الكرة المصرية؟ أنا كنت مع الزمالك ناجح على الرغم من كل ذلك، وظهرنا بشكل رائع في المباريات الأولى عندما كنت أدرب الزمالك، وكانت في المباراة الأولى على سبيل المثال أحرز أو استقبلنا هدف بهدف عكسي للأسف من أحد اللاعبين، وأثر ذلك علينا بشكل سلبي للأسف. الرئيس مع الزمالك في هذا الوقت كانت الأمور ليست على ما يرام، وعلى الرغم من كل هذا ما حدث في ذلك الوقت مع الزمالك، على الرغم من كل ذلك كنت ناجحا وكنت أحاول أيضا أن أظهر بشكل رائع، وعلى سبيل المثال ظهرنا بشكل قوي جدا في أفريقيا، بطولة أبطال أفريقيا، أبطال الدوري، وأمام الفريق التونسي عندما تذكر ذلك ظهرنا أيضا بشكل رائع. ولكن سمعت أن الرئيس نادي الزمالك يفكر في إحضار مدرب آخر، وهذا ما أحبط في ذلك الوقت. هل في الفترة الماضية القليلة الماضية تلقيت أي عروض من أندية مصرية؟ wenn ich von Anfang an gehe
دعني أشرح مرة أخرى. أنا أثق في نفسي ودائما ما كنت ناجح، وكنت ناجح أيضا في الإسماعيلية ومع النادي الإسماعيلي، وكما ذكرت كنت ناجح جدا وذكرت بشكل وظهرت بشكل أيضا رائع وناجح مع نادي الزمالك، ودربت فريق المصري من الصفر، وكنت في على قدر عالي من المسؤولية مع النادي المصري، وبنينا ذلك من الصفر وظهرنا أيضا بشكل ناجح معهم. وأيضا هذه هي المشكلة الدائمة في مع الفرق المصرية للأسف، يعني بتدخل المسؤولين أو الرؤساء الأندية، وهذا ما أثر على استمراري مع هذه الفرق. دربت فرق كبيرة جماهيرية كبيرة في الدوري المصري، هل في أي وقت من الأوقات تلقيت عرض من النادي الأهلي؟ عندما كنت مدرب للاتحاد كنت أيضا ناجح، تحدث معي أحد الأشخاص من النادي الأهلي ومن بعض الأندية، وقاموا بعرض بعض العروض علي، ولكن لم يتم ذلك لأسباب مختلفة. هل كنت تتمنى تدريب النادي الأهلي في أي وقت من الأوقات؟ بكل تأكيد هذا فخر لأي مدرب في العالم تدريب النادي الأهلي، وبكل وضوح واحد النادي الأهلي هو واحد من أهم الفرق وأهم الفرق التي تمتلك بطولات في على مر العصور، وهذا شرف لأي مدرب تدريب النادي الأهلي بكل تأكيد. غدا مواجهة كبيرة في الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والإسماعيلي، هل ستتابع هذه المواجهة؟ أنا سوف أفعل أقوم بكل المحاولات لمشاهدة مباراة الغد، ولكن للأسف عرضها مثل مباريات الدوري المصري صعب بالنسبة لنا هنا. لو سألتك عن 5 لاعبين فخور أنك دربتهم في الدوري المصري، 5 أسماء فخور وسعيد أن أنت اشتغلت معهم. أنا كنت سعيد جدا مع حسني، حسني عبد الرب وأحمد فتحي، أحمد فتحي حسني عبد الرب بكل تأكيد من وجهة هم الأفضل، هم أفضل الاثنين أو أفضل لاعبين. طارق العشري في الاتحاد كنت سعيد أيضا بمزاملته، هو واحد من أهم المدربين من وجهة نظري ومن أفضل المدربين المصريين طارق العشري مع الاتحاد عندما كنت متواجد هنا. سيو بوكير المدير الفني الأسبق للنادي الإسماعيلي والزمالك، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر زوم، واحد من المدربين المحترمين اللي اشتغلوا في الدوري المصري مدربين الأجانب يعني.